نروح بقى نقارن ما بين راس حربه النادي الاهلي وراس حربه نادي طلائع الجيش مصطفى محمد ووليد ازارو. لو تقدر تقول لنا هذه المقارنه. طبعا ده مهاجم دولي. طب مصطفى محمد ووليد ازارو برضو دولي. نعم. السن بتاع مصطفى محمد 21 سنه، وليد ازارو 23 سنه. عدد المشاركات بتاع مصطفى محمد 25 مشاركه في الدوري، وليد ازارو لعب 16 مشاركه. الدقائق طبعا كتير جدا لمصطفى محمد، لعب اكتر من ازارو، فلازم نحط في بالنا النقطه دي ان هو لعب 2048 دقيقه، ازارو لعب 2207، يعني حوالي اكتر ب 1000 دقيقه. مصطفى محمد مسجل 9 اهداف وصانع 3، يعني مساهم في كام جون؟ 12 هدف، 9 تجوان و3 اسيست. ازارو 7، ازارو 7، ازارو 3 وصانع 4. ازارو ارقامه في الصناعه السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت. برافو. فدي حاجه مهمه ان انت الراجل شغال، مش الراجل يعني. انا حتى لما قلت ازارو المباراه اللي فاتت سرعاته مهمه جدا في ورا الدفاع المصري. احنا بنتكلم عن ازارو برضو يا احمد، لان الارقام لا تتجمل ولا تكذب. دايما كنا بنقول ايه، ازارو عنده مشكله دلوقتي، او مش مشكله، هو بعدم توفيق ان هو ما بيجيبش جوان كتير خلال هذه الفتره، ولكن وجوده مهم جدا أوي. وبيدافع وبيهاجم بشكل كويس جدا. وبيجري يمين وبيجري شمال، بيعمل مجهود واضح جدا في الملعب. ده عايزين نفهمه برضو عشان الناس تفهم الدليل على كلام حضرتك. الماتش اللي فات مين اللي جايب، مين اللي متسبب في صنع الهدف الاول؟ وليد ازارو. وليد ازارو لما انطلق بسرعته، سرعته بتفرق عن اي مدافع في مصر. الستارت بتاعته بتفرق، يا اما بيديك اسيست، يا اما بيتسبب في ضرب الجزاء زي اللي حصل لما اتسبق محمود حمد في مباراه المصري اهو. نعم. ضرب الجزاء على طول لما وده الاسيست اللي عمله في الهدف الاول. فانت الجونين في مباراه المصري اللي متسبب فيهم وليد ازارو. هو صحيح ضيع واحده جوه السته، لكن هو انت ده عدم التوفيق اللي احنا بنتكلم فيه، واضاعه الفرص السهله بالنسبه لمهاجم. وده المهاجم، دور المهاجم. لكن في نفس الوقت هو بيعمل حاجه كبيره جدا. زي عماد متعب. عماد متعب جات له فتره من الفترات ما كانش بيسجل، وكان في امم افريقيا وكان بيعتمد عليه الراجل كابتن حسن شحاته. وليد ازارو بصراحه مهاجم كويس ونصبر عليه. والنهارده ان شاء الله انا شايف برضه هيبقى في دور لمروان محسن في الشوط الثاني. ليه؟ لان النهارده يعني في الكرات العرضيه لو اعتمدنا عليها، يعني لما نتكلم على نقاط الضعف بتاعه طلائع الجيش هنلاقي ان هم عندهم نقاط ضعف. مروان سكور النهارده. مروان مين الثاني؟ هيبقى صلاح محسن بقى. يعني